Jamais. Les participants de nouveau coupent de l'eau. دائما هاد الجائزة دخل راحة ودخل بهجة ودخل خلعة ولكن في الأخير هي إلا منافسة ما بين الأحباب ما بين الزملاء لنتعلم تحت تقييم لجنة تحكيم موقرة ولها كل السيادة في القرار. جائزة سيرتا شو الذهبية يعلن عنها ويقدمها كل من السيد مدير الديوان الوطني للخدمات الجماعية وابن المرحوم حسين كحلوش اللي هذا الدورة سميت على المرحوم. تحية خاصة وخالصة للمرحوم حسين كحلوش. معليش عندنا شويه سسبنس نستناو في انتظار. اهلا تفضل هنا. والله هذه سيرتا شو الذهبيه تبقى قيمتها غاليه كي غلاوه الذهب. نقول لكم بسم الله الرحمن الرحيم. كلمه للابن المرحوم حسين كحلوش المسمي على والده هذه الدوره. السلام عليكم. نشكر الجمعية اللي قامت بهذه المبادرة الطيبة، كما نشكر ديوان الخدمات الجامعية على رأسهم السيد بودرع عبد الحق بودرع، كما نشكر ثاني مديرية الخدمات الدول الخروب والدعيم باي، وشكرا على هذه المبادرة. شكرا. نظن انه هذه التظاهرة الوان منشور مثل ما تفضلت لجنة التحكيم على أساس أنها قيمت أنه في المستقبل لازم الناس تراعي المواضيع، لازم الناس تحضر، لازم الناس المسرح ماهوش أكيد أنك حبيت تجرب حظك ولا تجرب إذا كانت هيك بدور نتاع المسرح، ولكن المسرح تاني عنده قدسية نتاعه، عنده تحضيره، عنده سلوكاته. خلاص طلاب. شكرا شكرا سي نوردين. يعطيك الصحة سي نوردين. تحية خاصة لسي نوردين. روح. نستدعي السيد رئيس جمعية السفير الثقافي تحت تشجيعاتكم نيابة عن السيد مدير الديوان الوطني للخدمات. تحية خاصة لكل المجهودات اللي قامت بها جمعية السفير. تحية خاصة للاستشارة الفنية للنجم الفنان توفيق مصعد ولكل المديرين الإقامات. لونفلوب ما حبش يتحرك ثاني يجي مولاه. بس ثاني يقراها ساعة. ميكرو. الجائزة الذهبية لمسابقة سيرتا شو فاز بها عبد الله أبو حفص. عبد الله مدينة الصيف. عبد الله أبو حفص. شكرا. نديروا صورة جماعية مع تفضل السيد المدير. تفضل.
اي قدموا شويه لقدام شويه لقدام. تسبيقات حاره لكل هذا الشباب. اعطونا تسبيقه حاره مليحه البطوله ومازال هكذا تعجبوني. تفضلوا شكرا. تفضلوا من احسن. الكلمة الختامية واختتام الأيام تفضل تحت تصفيقاتكم السيد مدير الديوان الوطني للخدمات الجمعية للإعلان عن اختتام فعاليات الأيام الوطنية الجمعية للوان مانشو. شكرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.